ركبونا يا شو التليفون فلشتوا. الو 110 انتهبتوا. الو 112 احترقتوا. الو 113 الحقوني. عفيف 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 بارك لنا. على شو ركبونا يا شو هو تليفون؟ مبروك. اتصل فيني دقلي دقلي ليش ما دقت لنا؟ ما اعطتني الرقم. يي مو نسيت اعطيك الرقم 3871 63. رن رن يا جرس حول وركب على الفرق. رن رن يا جرس حول وركب على الفرق. حبيبي دقلي وانا دقيت له من قلبه سبلي وانا سبيت له. حبيبي رنلي وانا رنيت له. اضرب صار يقلي وانا صرت قله. اضرب صار الو 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 مين؟ انا انت مين؟ عفيف عفيف. ما راح اقول لك طز. بديع روح جيب لنا 5 امتار وتعا مد لنا خط لشوف. بدوعة بدعي وانا كمان بدي خط لا تنساني. ها لا حبيبي انت اجاك تليفون رحت اعطيته لعفيف. لا 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 بالله لو ما اعطى تليفون العفيف حضرتك ما كنت قدرت تجيب تليفون اصلا. حبيبي كل واحد يجي مد خط لك. تعي تعي غدا كنت خيرك ما عاد بدنا خط. بديع عم يمزح شبنا. لا ستي ما عم يمزح ما عم يمزح. بكره انا بوصل لك خط بايدي. كتر خيركم قلنا لكم ما عاد بدنا خط مشي. يا شفيق بديع غلط طفل سامحه. اخي ما بدي سامحه لا يسامحني. خلاص كتر خيركم شكرا كثير. انا بعتذر. ليش تعتذر؟ بالعكس تمام لا تعتذر ابدا. بالعكس هذا التليفون تليفونك وانت حر فيه. مو علينا ما بتعرفوا جحش وجحش ولما بيجحش خلاص بيتيس خلصنا. لما بيرجع لطبيعته البشريه بيحكوا معه. لا انا زهرة مو هي. شو ما بتفرق بتفرق كثير مدام اذا بتري بسرعة زلوا لعاقل. هلا بدي خلي جوزي يخلع راسك. اذا تتصل مرة بتعمل لها لما تتصل مرة بتعمل لها وبتعطي راسك. انا شوفي ما في شيء واحد قليل ادب. ثاني مرة اذا برن التليفون انا برد. بس الو مين بده اياها؟ شلون؟ ما انا جوزها. ولا كلب يا حقير يا كلب. الحقير قال الزوج اخر من يعلم. شو في بينك وبينه؟ شو السؤال؟ سؤال محرج ما هي؟ لسه بين لي سؤال محرج. عم لك شو هالسؤال؟ واحد قليل ادب. انا شو صعبين اذا عم يتصل؟ شو صعبين انا؟ لو شريف ما بيتصل باسمه العالم. ليه بتعرفي؟ قلت لك بديع ما بعرفه شبنا. منين بيعرف اسمك؟ انا قلت له قام طلع غلطان بالنمره. قلتي له مشان ما يغلط. شو بدي يا ليك انا اذا بدي اعمل شغله هيك ولا هيك بعملها. ماني خايفه لا منك ولا من كيرات. فهمت ولا لا؟ يعني ما بتحسبي حساب لجوزك؟ لو ماني حاسبه حسابك ما كنت جبتني قاعدة عندك هون. بس انت لا تكون اهبل. لا تؤاخذيني عصبني الكلب. قال الزوج اخر من يعلم. شو الشيء اللي ما بعرفه؟ لسه بعيدة. لا تؤاخذيني لا تؤاخذيني فار دمي. اي طب في تعطوا ثاني مرة. شباك بدي؟ ما في شيء. لا بلا في شيء. مي ما في شيء. لا في شيء. عمي عمل لك ما في شيء. مبين عليك. لا حدا يرد لا حدا يرد. انا بدي ارد. رفعت السماعة. قلت لها لا ترفعي السماعة. في واحد عم يتصل مرتي بدي اعرف شو في بينه وبينها. اتقي الله يا رجل. لك اخي انت شو دخلك؟ انا حار بيني وبين مرتي. حقه يعرف مرته مين بتعرف. كلب قال الزوج اخر من يعلم. سكروا التليفون لما حسوا علي. بعدوني شو حكيتوا؟ مين هذا شو حكينا؟ انت وياه. ما حكيتي طبشتي السماعة بوشه. طبشتي السماعة بوشه لما حسيتوا انه عم بنصت عليكم التليفون الثاني. انت شفت علي بطيح على خواتك فيني؟ كنت
واثق فيكي، اما هلا حاسس حالي انه المي عم تمشي من تحتي وانا مالي دريان، حاسس حالي مثل الحمار. مثل الحمار تاخذني من مكاني لكان، تاخذني من مكاني، مالي عم تاخذني من مكاني. حبيبتي انا بمرق قطار بدعسك. ها ماني بطمع. في فيران جوا، فيران طولي بالك، طولي بالك حبيبتي، طولي بالك طولي بالك. ما بضل عندك، اذا عم بتخوني ما بضل عندك. طولي بالك طولي بالك، بس طولي، انا بدي اعرف بس شو في بينك وبينه. لسه ما في شيء بينه وبينه، ما بعرفه. طولي بالك طولي بالك، لك تاعي لسه طلعي على التليفون. مين كان؟ واحد بده زهرة، قلت له راح يطلع لهلا. شو بده منا؟ ما بعرف، طلب العنوان، قلت له لا بدي بيعطيك اياه، عم فصل الخط. شفتوا؟ شفتوا انه ماني غلطان انا؟ لسه بيقول لي مو غلطان. هلا اذا حدا افترى على مرتك بتكون حضرتك مو غلطان. لك لا حدا افترى ولا شيء، لو ما بده زهرة حصرا كان تحكش بغادة حتما. ابخلع رقبته ورقبتك. لك يا جماعة لازم نتأكد من الموضوع، ما بصير هيك نظلم زهرة. ايفتا بدنا نتأكد بعد ما يكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. روحي شوفي مين. روحي. ايه جاي جاي. الو؟ ايه انا غادة، مين حضرتك؟ مين فارس؟ مين هاد؟ نفسه اللي اتصل قبل شوي، بس هالمرة ما بده زهرة، قال بده يعني. منين بيعرفك؟ شو بيعرفني؟ أول مرة بسمع صوته. شو بيعرفك؟ ما هيك؟ بلا تلفيق، شو ما بتعرف مرتك؟ ياما، تحت السواهي دواهي. شفي؟ شو هالحكي؟ أنت بتشك فيني؟ طبعاً، أنا كل نهار عم بق الدم ورا التركسيون وأنت هون دايرة، لا حسيب ولا رقيب. لك شلون لا حسيب ولا رقيب؟ شو خيال صحراء قاعدة أنا هون؟ طول النهار قاعدة فوق راسك، ليل نهار ليل نهار. أصلاً إذا بيكون في شيء بتكون تعلمته منك أنت. أنا ما بسمح لك تلزم حدا. وليش ما بتسمح لي؟ ولا أنت بحق لك تتهم مرتك وأنا ما بحق لي؟ بس ما عندك دليل. لا عندي، نفس الدليل تبعك. شو هو؟ قلبي، أنا قلبي دليل. وعم تغنيها كمان؟ لا حدا يرد ولا حركة انت وياه. ماشي. هلو؟ غادة مو هون، أنا ما بيمشي الحال. أنا نجاح أختها اللي أكبر منها. لا مو مجوزة، أرملة. لا جوزي مو ميت، مطلقني. رجال آخر زمان. قال سمع عني مسموعيات، قال. في شي صحيح وفي شي مو صحيح. أنا ما فيني مجوزة مو مجوزة، ما بقدر ما أحط عيني على الرجال اللي بيعجبني. أنت أنت عاجبني من غير ما أشوفك، من صوتك. أنا بعرف بالصوت وبس. ما بتعرف، بجوز تعجبني أكتر وبجوز تسقط من عيني على التجربة. إيه لنشوف. لك لا، ليش المطاعم هون بنعمل أحسن جو نحنا. منفوت بالموضوع دغري بدون مقدمات. طب غم دجني دجتك العافية. أنا هيك بحب العنوان. ما بيضيع حدا العنوان. بتقله نزلني جنب الفرق. أوكي، مع السلامة. يلا
يلا ضربوا لي حالكم واحطوا لجوا، انا عندي شغل. عندك شغل؟ امي هون برود، جوا شوب. لك فارس جاي بشحمه ولحمه لعنا لهون. ومين هتفارق؟ يلي عم يتصل، يلي حضرتك مفكر انه غاده بتعرفه. خلص امي انحلت المشكله. خلاص يعني اقتنعت؟ انا من الاول مقتنع، بس مشان فهم هالقديش. بديع مو قديش، انت القديش. لا امي انا قديش وستي القديش، اصلا لو ما كنت قديش ما كنت اتهمت زهرة، وما كانت حرتت برحتي بيت اهلها وانا اقول لحالي ما بخضر. قديش قديش ما اختلفنا، روح جيبها من بيت اهلها بتلزمني. وان شاء الله فارس جاي لعندي. ايه بدي تجهزوا لي حالكم تدعكوا لي يا دعكه محترمه هو ورفيقه. يا عم اثنين لك ايه ما بدي اقدر من عالمك شو خرب بدي افهم شغله وحده هيدي اللي عندي كل مره تيجي لما بتيجي تصالحني بتكون لابس فرطه ليش هالمره فرطه وحده لانه امي ما بتقدر انا لحالي بخضر ايه لما بتصير ما بتقدر تعرفي ايه خلاص حبيبتي ليش عم تساوي انت بعدين ما عجبك تيجي تاخذني غير لما ابي عامل لي هطليك يا اخي انا لا تقلك يا طليه امي عجيبه تلزم ليش بتلزم او اعلم هيك قالت لا هيك تعي ودي يلا يلا بدي اكل هالطنيه انا لا انا سالك هالطنيه برجلك اليمين برجلك اليمين ايوه انا اللي ما بغضي فارس الله يوفقك والله مش شغلتي هالشغله لا تقول ولد امشي قلبي حاسسني هالبيت ليك هاي صورة اللوح جوزة لك فارس الله يوفقك والله مش شغلتي هالشغله خليني اروح لك تعال لك نطلع انا اتخاف امشي خليك رجال مرة واحدة بحياتك يهديك في قتلك خليك تصعصعك اليوم حياة عينك هاي هي البوابة قلت لك قلبي حاسسني انا فارس طوعني بلاني على الفوتي خليني امشي لك صرت مطبق 100 وحده على التليفون هاي مو اول مره كاخي انت مطبق انا ماني مطبق احدك احد احد بدك فتح خبز كثير احد بيت بيت تعال شو مازوت مازوت أنا ما دخلني. رجعنا للقصة الأولى. تفضلوا. ما في حدا؟ لا 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 ما في حدا، تفضلوا تفضلوا. ما قلت لك ما في حدا. أهلا وسهلا، تفضلوا. بدك زهرة ولا غادة؟ أهلين وسهلين ومرحبتين أختي الصغيرة نجاح وينك؟ الصغيرة إلك والكبيرة إلي يلا شو جحاد ومشيرت لا تجحش أمشي شو عم تتوتوتوا أنت وياه؟ ما في شي عم بقول بونسوار مرحبا أنا الضبطع كامل أنا قرقوب أبوك يا المغامرة ريحوكي يلا حبيبي بخشت كذاب ما صار له شيء شو تيري انا بعطكم انا بعطكم انا بعطكم بسمات ودي كده 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 الله يسامحك اللي بديع مات ما في شيء كذاب مثل ابو الحصين تيجي نحلق له لا تعال حط له مناكير شفتي حلوين عضلاته ما هيك وكبار ما بعدين قاسيين كتير بس شوف شلون قاسيين بس حاضر قاسيين ما كتير 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 قديش يعني قد ما بدك شايف هاد عرفته مينو هذا انا غمي هلا صح
صار لازم نفيقه بالاكسجين. حبيبي انت شو بتشتغل؟ انا بزرع. وانا بقطع. طير ازرق طير مبركع طير مهدي صوب زرع. بلل يا عيني بلل. طير اخضر مزبوط غلطت فيها. طير اخضر طير مبركع طير مهدي صوب زرع. بلل يا عيني بلل. رشي يا غمي كمان بده اكسجين. وهلا حبيبي تعا معي. وين؟ على ازرع. وقف تقلا. يخرب بيتك شو حاطط بارفان ومازوت بدعين بدديعه بدلوعه. بدعي شو رايك نتبادل الاسرة حبيبي؟ شو عليه؟ انت هات الصغيرة وخذ الكبيرة. خذ. دخيلك وين دخيلك؟ يا عمي وين حضرتك تشطح؟ اترك لي اياها. تفضلي برد عمي. ماسك لك اياها. عضه من دانه. يا مين منكم فارس؟ هو فارس. يلا مو مشكلة، انت وياه وعم تشرب هلا بعدين بتعرف. حرام عليك. حرام عليك. نعم لحا سريع هذا. تعال ادلك على التواليت. لك تصبر اهل الحاره. تعال بتعرف تعمل هيك؟ وقف تقلك. وقف. تعال تقلك وقف. فينك تعمل هيك وتحط ايديك على راسك حبيبي؟ فيني. يلا نشوف. خذ زاويه. روح. ابقى رجع لنا الحبل. ها 55 ثانية.